بسم الله الرحمن الرحيم. احنا كنا وصلنا للسلايد دي. قبل ما اكمل عايز اقول لكم الحته اللي كنت قلت هوضحها بعدين عن الادزوربشن. بص على الكيرف ده، انا عندي هنا كيرفين مع بعض. الكيرف الاولاني ده بتاع الفيزيكال ادزوربشن، الكيرف الثاني ده بتاع الكيميكال ادزوربشن. نلاحظ حاجة أو نلاحظ أكتر من حاجة. الأول نفكركم إيه الكيرف ده أو الشارت ده. دي الديستنس من السيرفس، ده السيرفس هنا ودي الديستنس. خط ده الزيرو، اللي تحته ماينس يعني إيه أتراكشن، اللي فوق بلس يعني ريبالشن. تعالوا نشوف الفيزيكال أدزوربشن عامل إزاي. الفيزيكال أدزوربشن الحاجة بتقرب من السطح، مركب إيه بي على بعضه وبيعمل أدزوربشن. والتحت كده العمق ده، الحتة ده هي اللي اسمها E absorption. دي E يعني energy، يعني اللي هي ايه، مش activation energy، دي الheat of absorption. heat of absorption exothermic وصغيرة. نلاحظ ان هنا مفيش barrier للبروسس ده، يعني الphysical absorption هي process barrierless process، مفيش activation energy. سهل خالص انه يحصل، سريع. مش هيقدر يقرب من السيرفس، ولما يقرب اكتر من كده بيحصل ريبولشن جامد قوي، تمام. فالفيزيكال ادزوربشن بيحصل على مسافة بعيدة من السيرفس، والانرجي بتاعته او الهيت بتاعته هيت صغيرة وملوش اكتيفيشن انرجي. بص بقى على ايه، على الكيميكال ادزوربشن. عندي كيميكال ادزوربشن مركب برضو اي بي، عايز يعمل ادزوربشن على السطح وهيتكسر ويبقى اي بلس بي وبلس السيرفس. هنا هيقرب اكتر وهيبقى الانرجي بتاعته اكتر كهيت اوف رياكشن اكزوثيرميك اكتر. العمق ده بيعبر لي عن قوه الارتباط. كل ما تكون هيت اوف رياكشن كبيره كل ما يكون قوه الاتراكشن كبيره. بص الاتراكشن بتاع الفيزيكال ادزوربشن مع السيرفس، كل ده الاتراكشن بتاع ده الكيميكال ادزوربشن. الفيزيكال ادزوربشن اتراكشن صغير خالص وده بيقرب اكتر. طبعا ايه، لو عايز يقرب زياده عن كده هيقابله ريبالشن. ايه اللي بيخلي ده يقرب اكتر من ده؟ الفيزيكال ادزوربشن بيجي عند السيرفس من مسافه بعيده نسبيا، ويبقى في فاندرفال اتراكشن فورسز اللي هي الشحنات، يعني واحده موجبه واحده سالبه، او اللي هي الحاجات اللي احنا خدناها بتاعت سنه اولى اللي خدناها في الفيزيكال كيمستري. فمش لازم تكون شحنه كامله، شحنه جزئيه حتى، انديوس دايبول حاجه كده. فما بيقدرش يقرب. ليه ما بيقدرش يقرب؟ عشان لو قرب اكتر هتبتدي السحابه الالكترونيه بتاعته تتنافر مع السحابه الالكترونيه بتاعت السيرفس، تتغلب على قوه التجاذب اللي كانت بتحصل وهو بعيد نسبيا. بالنسبة للكيميكال ادزوربشن هيختلف الأمر، لأن هيعمل كوفيلنت بوند، فعشان يعملها لازم يقربوا من بعض أكتر والسحابات الإلكترونية تتداخل فبيحصل على مسافة أقرب. أنا كده شفت إن الكيميكال ادزوربشن بيقرب أكتر من السيرفس، إكزوثيرميك أكتر، وكمان إيه، بيبقى قوة التجاذب اللي بينه وبين السطح أقوى بكتير من الفيزيكال ادزوربشن. دي شفناها. نبص بقى هنا على دي. عندي تلات حالات. الحالة الأولانية دي كيمي سوربشن لوحدها. نلاحظ برضو إن الكيمي سوربشن هنا مفيش بارير ليها، بارير لس. فاكرين الإكزامبل اللي كنا بنشرحه من كام سلايد لما كنا بنوري الكيرف بتاع التفاعل مع الكاتاليست ومن غير، كان هو بيحصل له أدزوربشن بينزل مفيش حته بيطلعها في الاول، زي كده بالظبط مفيش بارير كده، يعني الادزوربشن ده عمليه ايه تلقائيه، مفيش حاجه بتمنعها، سريعه، يعني ممكن ايه تبقى سريعه جدا، يعني خطوه سريعه، يمكن اللي يحوشها الديفيوجن مثلا او حاجه زي كده، انما خطوه سريعه بينزل وادي الهيت اوف ادزوربشن بتاعته، مفيش اكتيفيشن انرجي. ده هو الاي بي مسك في السطح على شكل ايه، اي بي وعلى مسافه زد قريبه. طيب التاني ده، التاني ده
الأدزوربشن حصل على مرحلتين. المرحلة الأولانية، لحظة بس أضبط الصورة كده. المرحلة الأولانية عمل فيزيكال أدزوربشن، تمام؟ الإنرجي بتاعتها الهيت أوف رياكشن أو الهيت أوف أدزوربشن صغيرة وبيقف على مسافة بعيدة. عشان يتحول من فيزيكال أدزوربشن لكيميكال أدزوربشن هيعوز أكتيفيشن بسيط قوي، بصوا قد إيه من هنا لهنا، يعني حتة صغيرة خالص خالص لا يطلعها. بعدين يتحول إلى كوفالنت بوند، المسافة أقل والبوند أقوى وبرضه ماسك على شكل إي بي. الحالة الثالثة إن هو الأول يأدزورب فيزيكال أدزوربشن على شكل إي بي وبعدين يتكسر وبعدين يتحول إلى A plus B، هيمسك في سطح هنا على شكل A plus B. ففي الحتة الأولانية دي كان ممسوك على شكل AB في السطح بفاندر فال فورسز، هيحتاج هنا شوية activation energy أكتر بكتير من اللي كان محتاجهم هنا، تمام؟ هنا كان الأدزوربشن المركب على بعضه مصحح حتة واحدة، هنا هيتكسر حتتين عايز energy ليها. خلي بالكوا الانرجي دي مش لازم تطلع فوق، يعني ممكن تعلى هنا تحت شوية تطلع فوق كتير حسب بقى المركب وحسب السطح. فهنا يروح طالع كده ونازل ايه تاني، يقرب اكتر من السطح ويبقى اكزوثيرميك اكتر ويعمل لي بوند اقوى، نفس النتيجة هوصل لها. ارجو كده اكون وضحت الحتة دي بالنسبة للأدزوربشن. نرجع بقى للسلايد بتاعتنا. كنا وقفنا عند السلايد دي، انا لو دي التيوب وفيها بيلتس من الكاتاليست، لو خدت بيلت واحدة منها هلاقي فيها بورز، لو دخلت بصيت جوه البور جوه الممرات دي، الممرات دي لها سطح من جوه، السطح ده هو اللي بيحصل عليه الكاتاليتيك رياكشن وبيحصل على خطوات. تعالوا نشوف الخطوات، كنا اتكلمنا عليها قبل كده بس دلوقتي هنجمعها بقى في خطوات معينة وهنكتب لها معادلات بتاعتها. الخطوة الأولى mass transfer from البلك بتاع الفلويد عشان يوصل ايه للسطح، يبقى ده اسمه external diffusion. نمرة واحد من البلك يوصل للسطح. طب نمرة اتنين diffusion من السطح عشان يمشي جوه البور، يبقى ده اسمه ايه internal diffusion. يبقى انا عندي خطوتين diffusion، واحدة external اللي هتاخدني من بعيد وتوصلني للسطح، والتانية هتاخدني من السطح وتمشيني جوه البور، اسمها internal diffusion. يوصل لمكان ما هنا بقى، هنا 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 حسب الحتة اللي هيلاقي قابل فيها active site فاضي ويتعامل معاه، هيحصل لي خطوة الأدزوربشن. وعشان يحصل كاتاليسيز لازم يكون كيميكال أدزوربشن، يعني الفيزيكال أدزوربشن مش هيعمل لي تغيير في الأكتيفيشن إنرجي، مش هيأثر ككاتاليسيز، لازم يكون كيميكال أدزوربشن. أما يحصل أدزوربشن يبتدي يحصل سيرفس رياكشن، افرض إيه هتتحول لبي. دي الخطوة الرابعة. أنا عندي كام خطوة دلوقتي؟ external diffusion وصلتني للسطح، internal diffusion مشيتني جوه البور لغاية ما قابلت الاكتف سايت، عند الاكتف سايت حصل ايه adsorption، يبقى دي الخطوة الثالثة external diffusion internal diffusion adsorption surface reaction. بعد ما تفعله المفروض بقى يحصل البرودكت، يحصل له ايه desorption، يسيب السطح. لما يسيب السطح لازم يمشي تاني ويخرج، فهو ايه الخطوة رقم 6 ان البرودكت هيمشي internal diffusion تاني، ولما يطلع هنا هيعمل external diffusion تاني. بقوا ايه 7 خطوات. الخطوتين دول diffusion external diffusion و internal diffusion، الadsorption والsurface reaction والdesorption مع بعض كده اسمهم surface ايه processes اللي بتحصل. وبما ان انا عندي حاجة ماشية، بصوا خطوات 1 2 3 4
اربعه خمسه سته سبعه، الخطوات دي ماشيه ان سيريز في طابور ورا بعض، البطيئه فيهم هتبطئ الباقيين كلهم. خلاص، يبقى الاوفرول ريت بتاع الادزوربشن هو هيعتمد على ايه؟ هيعتمد على مين ابطا واحده في دول هي هتحدد لي الريت. وبالتالي الادزوربشن ممكن يكون الريت بتاعه كنترول بالاكسترنال ديفيوجن او الانترنال ديفيوجن او السيرفيس رياكشن او السيرفيس فينومينا بصفه عامه، ادزوربشن ورياكشن وديسوربشن. احنا بالنسبه للشابتر اللي احنا بندرسه من الكتاب ده، وبرضه يعني ايه الكتب كلها لما بتيجي تدرس الحاجات دي للطلبه يعني اللي زيكم كده، فبيقولوا ايه؟ بيقولوا احنا هندرس لهم دلوقتي دول على اعتبار ان الاكسترنال ديفيوجن والانترنال ديفيوجن هنعتبر ان الكونديشنز بتاعه الرياكتور مخليهم سرعتهم كبيره، فاذا السرعه البطيئه هتبقى واحد من الثلاثه دول اللي هو الادزوربشن والرياكشن والديزوربشن، واحد من الثلاثه دول هيبقى هو البطيء، يبقى هو الريت ليميتنج، وان دول سرعة. خلاص، وكتاب فوجلر برضو ماشي بنفس الطريقه. فالتشابتر ده اللي هو فيه مقدمه عن الكاتاليسيس والمعادلات الاساسيه بتتكلم على ان ايه، هنتكلم على الكونديشنز اللي تخلي دول واحد فيهم هو الريت ليميتنج ونعمل لها المودلز بتاعتها، وبعدين شابتر للاكسترنال ديفيوجن لوحده، شابتر للانترنال ديفيوجن لوحده، دول بيدرسوا في ايه، محاضرات البوست جراديويت. اللي انا قلته بقى ان الاوفرول ريت اوف رياكشن هيكون للريت بتاع ابطا خطوه فيهم، والديفيوجنز ار فيري فاست في احوال معينه بس احوال كتيره كومبيرد للستيبس، كاتبين دول بالاحمر ودول بالازرق عشان يبقى كودينج كده ايه، ساعدنا واحنا بنقرا وساعدني وانا بتكلم. يبقى اذا لو كانت الديفيوجن ستيبس فيري فاست از كومبيرد للايه، للسيرفس فينومينا اللي بتحصل، هيكون بقى ايه، هيكون الكونسنتريشنز ان ذا ايميديت فيسينيتي اوف ذا اكتيف سايتس، يعني هنا هي زي البلك بتاع الفلويد، الديفيوجن سريع بره وجوه ويجي هنا ويعطل، زي ما يكون كده ايه، واحد ماشي في الشارع الرئيسي، عربيات سريعه على البحر مثلا ولا حاجه، يجي يحوت في الشارع اللي هيخش فيه على الحته بتاعته يلاقي الدنيا واقفه، يروح واقف معاهم. نفس الفكره بالظبط. يبقى اذا لو الحاله دي موجوده يبقى الكونسنتريشن اللي هنا عند الاكتيف سايت هو اللي هنا هو اللي بره، لان الديفيوجن سريع. الكلام ده لو كان، هو مش دايما، لو كان وين يعني، اذا كان في الحاله دي ايه، الديفيوجن ستيبس مش هتاثر على الاوفرول ريت اوف رياكشن، اللي هياثر عليه مين، واحد من الثلاثه دول اللي هو هيبقى ابطا واحد. ممكن تقابلني حالات تانية ان الخطوات دي هي اللي سريعة، اذا ايه الادزوربشن والديزوربشن والرياكشن، نفرض تحت ظروف معينة، احنا هنقول لكم كمان شوية ايه الظروف دي، بس نفرض تحت ظروف معينة ان دول سرعة قوي، يبقى اذا الرياكشن ريت هيعتمد على سرعة الديفيوجن. ادي خطوة ديفيوجن اتنين تلاتة اربعة، ابطأ واحدة فيهم هيبقى هي الريت اوف رياكشن. والريت ده بقى مهم ليه؟ عشان الريت ده هو اللي بحطه في الريت لو، اللي بحطه في المعادلة بتاعة المول بالانس. شفتوا بقى؟ احنا بنجيب الكلام ده كله عشان في الآخر عايزين نعمل سايزنج للرياكتور، عايزين نحسب الكونفرجن، عايزين نحسب الحاجات اللي احنا كنا لسه بنحسبها ايه في الحاجات التانية دلوقتي، اللي هي التفاعلات اللي هي الهوموجينيس. فالريت بقى هيبقى ايه؟ هل هو ريت اوف رياكشن؟ ولا rate of adsorption، ولا rate of desorption، ولا rate of internal diffusion ده أو ده، ولا external diffusion ده أو ده. أبطأ واحد في دول هو اللي هيتحط في المول بالانس. أرجو كده أكون وضحتها مفيك كفاية. طيب نوضح أكتر كمان وكمان في السيستمز اللي فيها الديفيوجن من البلك إلى كاتاليست سيرفيس، يعني الخطوة الأولية ده هو اللي بطيء، يبقى الفلو كونديشنز اللي بره هتغير لي سرعه التفاعل. يعني الكلام ده امتى هيبقى الكلام ده بطيء؟
لو الليكويد او الجاز مش متقلب كويس، فسرعه التفاعل هتكون هي سرعه الديفيوجن عشان هي ابطا واحده، فكل ما قلب احسن هيحصل ايه زياده في السرعه، وكل ما قلب اقل هيحصل ايه نقص في السرعه. لو قلبت كويس قوي او عملت تربلنس عالي قوي الخطوه دي هتبقى سريعه خلاص، ما عادتش هي الريت ليميتنج. فهمتوا بقى؟ يبقى الريت ليميتنج واحده من الباقيين. طب مين اللي ابطا واحده دلوقتي؟ كذلك ايه بالنسبه للبورس كاتاليست، الديفيوجن اللي ماشيه جوه كاتاليست بورس ده، ايه ممكن تبقى هي ابطا خطوه في الرياكشن. دي بتحصل برضو. امتى الكلام ده يحصل؟ لو البورز ضيقه، لو البورز طويله. امتى تبقى البورز طويله؟ لو البارتيكل كبيره بتاعت الكاتاليست، مش كده؟ لو اسباب تانية تخلي الديفيوجن جواها بطيء، ده قصه كبيره مش هنتكلم فيها دلوقتي خالص. المهم ان ايه، ان ممكن تكون سرعه الديفيوجن دي هي اللي بتاثر، او سرعه الديفيوجن دي هي اللي بتاثر. طيب نمسك بقى خطوه خطوه نتكلم عليهم. انا في الشابتر ده او في الجزء اللي احنا بندرسه لكم هنعمل المعادلات الكامله لما يكون واحد من الزر الادزوربشن والسيرفيس رياكشن والديزوربشن هو الريت ليميتنج ستيب. ده اللي احنا هنعمله وهنوضحه. اذا في الحاله دي انا معتمد ان دول واحد فيهم هو البطيء والديفيوجن هنا سريع. ايه اللي يخليه الديفيوجن سريع؟ في البلك يكون متقلب كويس، تربلنس عالي، خلاص يبقى الخطوه الاولانيه دي سواء واحد وهو داخل سواء وطالع ضمنت انها سريعه. طب الانترنال ديفيوجن، امتى الانترنال ديفيوجن يبقى سريع؟ لو البورز واسعه، لو البورز قصيره، مش كده؟ ايه اللي يخلي البورز قصيره؟ ان البارتيكل مالها الدايمتر بتاعها صغير. فلو عندي تقليب كويس وبارتيكل صغيره او بودره والبورز بتاعتها واسعه، يبقى انا كده بقول ايه تحت الظروف دي دول هيبقوا سرعتهم كبيره، اكسترنال وانترنال ديفيوجن. امال مين اللي ممكن يبقى بطيء بقى؟ يا اما الادزوربشن يا اما الديزوربشن يا اما السيرفيس رياكشن. ده اللي هنتكلم عليه في الشابتر ده اللي هو تشابتر 10 في كتاب فوجلر. تشابتر 10 و 11 واحد منهم بقى ماسك الانترنال ديفيوجن، واحد ماسك الاكسترنال ديفيوجن والمودلز بتاعتهم، عشان لو واحد لو منهم حاجه ريت كنترولنج هي اللي هعوض بيها في المول بالانس. يبقى اذا ستيبس 3 4 ام 5 هما اللي ايه اعتبرهم واحده فيهم بطيئه، هما الثلاثه ابطا واحده فيهم، ابطا واحده فيهم هتبقى هي الريت ليميتنج. فهنقول ايه كلمتين صغيرين بقى على دول عشان نسيبهم خالص ونركز على ده. اوكي، اللي هنقوله دلوقتي هنقول كلمتين صغيرين على الاكسترنال والانترنال ديفيوجن مقدمه كده، وبعد كده نسيبهم بقى خلاص، نعتبر ان هم سرعتهم كبيره ونركز على ده ونعمل لهم الموديل بتاعتهم. نبدا الاول ايه ستيب 1 يعني اللي عكسها ستيب 7، 1 وهو داخل 7 وهو طالع، اللي هي الديفيوجن في البلك لغايه ما يوصل للسيرفيس بتاع السوليد. لو فرضنا ان تحت ظروف معينه ممكن بقى السائل فيسكس قوي ما بقلبوش كويس او اي حاجه، المهم افترض ان احنا تحت الظروف ان الترانسبورت بتاع ايه من البلك للسيرفيس بتاع الكاتاليست هو ابطا خطوه، تمام؟ يبقى الريزيستنس الرئيسيه للايه للتفاعل هي في الحته دي، ماس ترانسفير هيبقى في البلك بتاع الفلويد. رياكتنت ايه بقى؟ تعال نعمل معادله بسيطه ليه كده عشان نفهم منها حاجه. هنقول تركيز A في البلك اللي هو الرياكتنت هنسميه CA في البلك، CAB لازم يمشي بقى بعد كده من الباوندري لاير اللي هنا اللي ما بين البلك والسيرفس اللي سمكها دل عشان يوصل للسيرفس، لان احنا عارفين اي فلويد مع سوليد بينهم باوندري لاير، الباوندري لاير دي فيها اكبر ريزيستنس للماس ترانسفير بالنسبه للحته اللي فوق، فالبالك ريزيستنس فيه قليله بس الريزيستنس تبقى كتيره في الباوندري لاير، وسمكها دل لغايه ما يوصل لتركيز ايه على السيرفس. نكبرها ونشوف، يعني انا عندي هنا في البالك وده ايه
الحته المدوره دي اللي هي السوليد، حواليها باوندري لير اللي هي دايره تانية شايفينها، ايه بقى مفروض يكون في البالك بره ويخترق الباوندري لير عشان يوصل للسيرفس. يبقى تركيز ايه هنا اسميه سي اي سب بي اللي هو يعني في البالك، تركيزه هنا سي اي عند السيرفس. ايه درايفنج فورس للديفيوجن ده اللي هي الفرق ما بين التركيزين، مش كده؟ لما يكون الفيلوسيتي بتاعت الليكود صغيره يعني الريلونز نمبر صغير، هيبقى الباوندري لاير كبيره ولا صغيره؟ هيبقى الباوندري لاير كبيره. الباوندري لاير كبيره يبقى اذا هيمشي مسافه طويله عشان يوصل. طب لو انا زودت السرعه بتاعت الفلو هيحصل ايه لسمك الباوندري لاير؟ بصوا هنا كان السمك ده كله، هنا رحت ايه مصغره، فكان الباوندري لاير كبير خليت الباوندري لاير ايه اصغر. فكل ما بزود السرعه بتاعت الفلو كل ما بيقل سمك الباوندري لاير، وبالتالي المسافه اللي انا محتاج اقطعها بالديفيوجن بتقل ويبقى الديفيوجن اسرع والريزيستنس اقل. طبعا زياده السرعه او زياده رينولدز نمبر مش هتقعد تحسن للديفيوجن الى ما لا نهايه، يعني لغايه مرحله وخلاص، وهيتبقى في الاخر اقل باوندري لير ممكنه وخلاص وانتهينا. فزياده التربولنس يعني مفيده لغايه ما وصلنا لحاجه. طيب يبقى الريت اوف ديفيوجن بيساوي ايه؟ كي سي هيبقى ايه ثابت للماس ترانسفير في الدرايفنج فورس اللي هي سي اي في البالك ناقص سي اي في السوليد. سي اي في البالك اللي تبقى عند اول الباوندري لاير، وسي اي في السوليد الفرق ما بين الاثنين دول. الماس ترانسفير كوفيشنت ده فانكشن في الهيدروداينامكس كونديشنز، الباوندري لاير يعني الريلونز نمبر، الفيسكوسيتي، حاجات كده، وفانكشن كمان في البارتيكل دايامتر. ادي يا سيدي ايه معادله للكي سي. الكي سي بتتناسب طرديا مع الدايمتر بتاع البارتيكل وعكسيا مع الدل. الدل اللي هو سمك الباوندري لاير، يعني كل ما الباوندري لاير تكبر الثابت ايه يقل، وكل ما البارتيكل تكبر الثابت ايه يزيد، يعني واحده تزوده واحده تنقصه. مش ده مش الدايمتر، ده الديفيوسيفيتي. يعني الديفيوسيفيتي، الديفيوسيفيتي اللي هي ايه؟ اللي هي دي حاجه الريت اوف، يعني بتمثل الريت اوف ديفيوجن بصرف النظر عن الجيومتري بتاعت السيستم. ماده بتعمل ديفيوجن في ماده، يعني افرض مثلا قلت ايه الكلورايد في الميه الريت اوف ديفيوجن بتاعه ايه؟ الديفيوسيفيتي اهي. خلاص دي بقى ملهاش دعوه الميه دي موجوده في البحر ولا في بيكر ولا في كوباية ولا في تانك، ما لهاش دعوة. دي ديفيوسيفيتي ده ثابت كده زي الدنسيتي وزي الحاجات دي. طيب سرعة الفلو لما بتزيد هيحصل ايه؟ هيحصل ان ديل ده اللي هو سمك الباوندري لاير هيقل، وبالتالي الماس ترانسفير كوفيشنت هيجرى له ايه لما دي تقل؟ ده هيزيد، مش كده؟ هيزيد لغايه ما الباوندري لاير توصل لاقل سمك معين، فهيزيد ويوصل لبلاتو. عند البلاتو ده هيبقى ايه تركيزها في البلك؟ زي السيرفس خلاص، الباوندري لاير بقت صغيره خالص، مقاومه قليله، تركيزين تقريبا زي بعض، مش هقدر اعمل حاجه تانية عشان احسن الديفيوجن في الحته دي عند الحراره دي الا لو غيرت الحراره مثلا او حاجه. لو انا وصلت لكده يبقى لغيت الريزيستنس اللي في الباوندري لاير دي، والسرعة بتاعت الخطوة دي مش هتبقى سريعة، مش هتكون هي الريت ليميتنج ستيب. يبقى الاوفرول ريت بتاع الرياكشن الكاتاليتيك رياكشن لو انا رسمه هنا قصاد ايه يو على دي بي، في الاول بيحصل ايه؟ في الاول الاكسترنال ديفيوجن هو ابطأ خطوة، فعمال اغير السرعه بزود السرعه بزود السرعه، فبيحصل ايه للاكسترنال ديفيوجن؟ لما ازود السرعه ازود السرعه الدلتا ال تمام، فثابت ايه بتاع الديفيوجن بيقل،
فهتروح ايه ماشي دي بي دي اللي هي البارتيكل دايمتر. انا كنت اتلخبطت من شويه قلت دي الدايمتر وصلحتها في ساعتها، دي الديفيوزيفيتي ودي ايه البارتيكل دايمتر. فلو انا مثبت البارتيكل دايمتر وعمال ازود السرعه الخطيه بتاعه الفلو، هيبتدي الديفيوجن هنا سرعته تزيد 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 لغايه توصل لمرحله خلاص ما اقدرش ازوده اكتر من كده، لان هكون وصلت لحاجه ان تركيز ايه في البالك يكاد يكون زي تركيز ايه عند السيرفس بتاع السوليد، فما فيش حاجه تاني اعملها. ففي المرحله دي الاكسترنال ديفيوجن هو ابطا خطوه، يبقى هو ريت كنترولينج ستيب، يبقى هو الاوفرول ريت اوف رياكشن. لو الخطوه دي هي ابطا خطوه في الخطوات كلها، هيبقى السرعه الاوفرول هي سرعه الخطوه دي. لو انا وصلت بقى لكده وخلاص وخلاص وعملتها احسن حاجه، بعد كده الماس ترانسفر الخارجي ما عادش هو السلوست ستيب، ما عادش هو الريت كنترولينج ستيب. امال مين الريت كنترولينج؟ واحده من الباقيين، يا اما في البور يا اما ادزوربشن يا اما ايه كيميكال رياكشن يا اما ديزوربشن، هيبقى واحده من دول. طيب احنا كده اتكلمنا ايه على السيرفيس ديفيوجن البالك ديفيوجن. تعال نتكلم على الانترنال ديفيوجن. احنا هنا واخدين مقطع في بارتيكل وفيها ايه البورز ماشيه ومنفذه لكل حته. البورز اللي منفذه دي تبقى ايه كده، لو البورد مسدوده يعني مش واصله للناحيه التانية بسموها بلايند بور، بيبقى في من ده وفي من ده. طيب انا عندي هنا بقى البورز دي برضو هيحصل ايه عشان يوصل لها؟ هيعدي بالخطوات. بص كده اهي، الخطوه الاولى بالك ديفيوجن وصل لعند السيرفس، الخطوه الثانيه بور ايه ديفيوجن، الخطوه الثالثه تدي بقى يعمل ايه ادزوربشن رياكشن ديزوربشن بور ديفيوجن ثاني بالك ديفيوجن ثاني. استنى في هنا باوندري لاير بس ايه مش رسمانه. الفلويد بقى جزء منه في البالك والبورز مليانه بالفلويد برضه. يلا بقى ايه نشوف هنتكلم كلمتين صغيرين على ده عشان ننسى الكلام ده ونركز على الحاجات اللي مكتوبه باللازم. الخطوه الثانيه بقى اللي هي البور ديفيوجن، الرياكتنت بتاعي لازم يديفيوز يكون خلاص عدى من الباوندري لير او اللي بره دي وصل للسيرفس بتاع السوليد، بقى تركيزه عندها سي اي بتاع السوليد، وبعدين عايز بقى يديفيوز من السيرفس ده ويخش جوه يمشي في البور لغايه ما يقابل اكتيف سايت اللي لونهم ايه احمر دول عشان يتفاعل معاه. الرسمه ايه بتكبر. طيب نرجع بقى تاني، لو كانت البلت كبيره في القطر يعني هيبقى محتاج الحاجه تمشي جواها مسافه طويله لغايه ما توصل لحته تتفاعل عندها، ولو كانت البلت صغيره او بودره هيمشي مسافه قصيره. يبقى تحت الظروف دي لو عندي حاجه صغيره خالص يبقى التفاعل الديفيوجن بالنسبه له مسافته قصيره وفترته بالتالي ممكن تبقى قصيره. حاجه كمان بقى عيب لما البارتيكل تكبر والبورز تطول، لو كانت البورز دي مش واسعه قوي الحاجه هتخش جوه هيقابل اكتيف سايت هنا هيتفاعل ويطلع واللي جوه ده مش مستغل، مش كده؟ يبقى ده ويستد، يعني سمينه ايه ويستد كاتاليست. الكلام ده لو كانت البورز مش واسعه كفايه وكان هيتفاعل بره وبعدين ممكن حاجات تأدزورب هنا وتسدها. يعني البورز الطويله دي يعني لها برضو ايه حاجات، بس برضو ما اقدرش ان انا استعمل في كل حاجه الباودر، مقدرش احط باودر في مكبد، هضطر برضو ان انا استعمل بليت وفيها حاجات طويله، بس يعني ملحوظه ان ممكن اللي جوه ده معدل استغلاله مش زي اللي بره، لان الحاجه داخله لقيت هنا سايت تتفاعل عليه اللي يخليها تسيبه وتخش تروح لده، مش كده ولا ايه؟ هتتفاعل هنا وتمشي. يبقى الاكتيف سايتس اللي هي مستغله وبتتقلب عليها الحاجه كتير هي الايه القريبه من بره، كل ما اخش جوه ممكن يكون استغلاله اقل. تمام كده، اللي بالاحمر دول هم ايه اكتيف سايتس، بعضهم على السطح الخارجي
اغلبهم على السطح الداخلي، والسطح طبعا واخدين مقطع يعني دي ايه ممرات اعتبرها اسطوانيه مثلا الى حد ما. فعلشان كده بنقول ان ممكن يكون الجرام في مساحه 1000 متر مكعب جواه او 100 متر مكعب جواه حسب انواع ايه السابورت اللي انا حاطه. اذا كانت بقى البليت صغيره قوي مش هتاخد وقت عشان تمشي، فالانترنال ديفيوجن مش هيبقى هو الريت ليميتنج ستيب بتاع الرياكشن، هيبقى حاجه تانيه. برضو نعمل لها ايه معادله ورسمه. الريت اوف رياكشن هقول ان هو ايه، ان هو بيساوي اوفرول رياكشن كونستانت في تركيز ايه عند السيرفس. الكلام ده امتى؟ لما يبقى الديفيوجن جوه البورز هو الريت ليميتنج ستيب، فده هيبقى اذا ايه رياكشن كونستانت فانكشن في البارتيكل سايز. يعني ده بالنسبه يخص الديفيوجن وهو فانكشن في البارتيكل سايز، كل ما البارتيكل تبقى صغيره الكونستانت ده هيبقى كبير. الكونستانت بقى ده كل ما البارتيكل سايز تكبر، كل ما البارتيكل سايز تكبر هيحصل ايه للكونستانت؟ هيقل، مش كده؟ فعند البارتيكل سايزز الكبيره الانترنال ديفيوجن هي ابطا خطوه وبالتالي هي الريت ليميتنج ستيب، واخد المعادله دي احطها في المول بالانس. لو البارتيكل صغرت 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 ممكن يبقى سيرفيس رياكشن بقى، احنا خلاص قلنا الديفيوجن اللي بره ده سرعناه وده صغرنا البارتيكل، يبقى انا عندي سيرفيس رياكشن سيكونس اللي هو adsorption reaction desorption، واحدة منهم هو اللي هيبقى slow step. أرجو يكون الكلام كده موضحه كفاية. يبقى إذا نعيد تاني برضو، يبقى عند small particles internal diffusion مش هيبقى بطيء، وبالتالي surface reaction sequence واحدة من التلاتة دول تبقى هي rate limiting بتاعي، وهي اللي حطها في small balance. نقطة كمان نقولها عن الانترنال ديفيوجن، ان الانترنال ديفيوجن والحاجات اللي وراه مش هيتأثروا نهائي بالفلو اللي بره. يعني الفلو بتاع الفلويد بره البارتيكل ازود بقى السرعة اقللها اعمل تربلنس مش عارف ايه الكلام ده، ده بيأثر لي بس على ايه تأثيره نهايته، يعني اقصى حاجة اوصل لها ان يخلي الديفيوجن بره ده سريع جدا وخلاص، مالوش تاثير على الانترنال ديفيوجن ولا على السيرفيس فينومينا. الجزء بقى اللي جاي من هنا بقى لغايه ما نخلص الشابتر ده، خلاص احنا قلنا كلمتين على الاكسترنال ديفيوجن وعلى الانترنال ديفيوجن وايه اللي يخليه سريع وعلاقته بالبارتيكل سايز ومش عارف علاقته بايه، خلاص قلنا الكلمتين دول. ننسى الاثنين دول خالص بقى، وهنركز تركيزنا كله على الادزوربشن والسيرفيس رياكشن والديزوربشن لغايه ما نخلص الجزء ده من السلايدز. يبقى هنقول تاني بعد بقى ما صفينا دول، يبقى هنقول عندي ادزوربشن وسيرفيس رياكشن وديزوربشن، عندي ثلاث حاجات بتحصل على السطح. الاوفر رول ريت بتاعي هيبقى ايكوال لابطا واحد في الثلاثه دول. امال فين الديفيوجن؟ ما احنا قلنا بقى خلاص الديفيوجن ستيبس اعتبرناهم فيري فاست كومبيرد دول، يبقى خلاص انا شغال بتربلنس عالي وبارتيكل صغيره بورز بتاعتها واسعه، خلاص يبقى انا دلوقتي عندي واحده من الثلاثه دول هي الريت ليميتنج ستيب. عايز اتعرف عليها الاول اكتشفها هي مين، دي حاجه مهمه، وبعد ما اكتشفها هي مين هي اللي هحطها في الريت. اعتقد بقى كده ايه ده مكان مناسب نوقف، وان شاء الله نكمل في السلايد اللي جاي.